10 نصايح لتعديل سلوك الأطفال بشكل أكثر فعالية. مهم جدا ان احنا نعلم الاطفال قوانين البيت، ولكن الاطفال بطبيعتها وهي في سن صغير بتحب ان هي تمسك كل حاجة علشان تستكشفها. فلو في حاجة خايفين عليها تتكسر او تبوظ، شيلوها في حتة مش في متناول الطفل لحد ما يعدي من المرحلة دي. وطبعا لو الطفل عمل اي حاجة غلط لازم نفكره بطريقة بالراحة في ساعتها ايه اللي هو عمله علشان يعرف بالظبط هو عمل ايه غلط. تاني حاجة، الإرشاد للتصرف الصحيح أو التصرف المرغوب فيه هو أفضل من التخويف أو الترهيب. يعني مثلا بدل ما تقوله بطل تعمل كده، يا إما هعمل كذا كذا كذا، ممكن بكل بساطة تشرحوا لهم أنتوا عايزينهم يعملوا إيه، أو الحاجة الإيجابية اللي أنتوا عايزينهم يعملوها. حاجة تانية ممكن تقولها لهم إن هم المرة الجاية لما يكونوا متضايقين يتكلموا معاكم، ده هيكون أفضل علشان تقدروا تساعدوهم. تالت حاجة، الـ healthy distractions أو التشتيت الإيجابي، إن هو الطفل لما يكون مثلا في حالة غضب أو في حالة بيعمل تصرف معين أنتم مش عايزينه، ممكن تشتتوا انتباهه لحاجة إيجابية وبعد كده تتكلموا معاه على التصرف اللي هو عمله ده، إن هو غير مرغوب فيه وإزاي يتصرف بطريقة إيجابية المرة الجاية. ولكن حاجة لازم تتجنبوها، الرشوة اللي هي مثلا هدي لك حاجة حلوة لو بطلت تعمل التصرف ده، أو هجيب لك شوكليت أو هجيب لك كاندي أو whatever علشان يبطل تصرف معين. دي بتكون حاجة نتيجتها سلبية جدا على الأطفال. رابع حاجة لازم انتوا تفتكروها، ان الاطفال في السن الصغير بيكون عندها سيطرة قليلة جدا على مشاعرها، وده لان هم لسه بيتعلموا ازاي يقدروا يعبروا عن نفسهم. فالمرة الجاية لما يكون عندهم مشاعر غير ايجابية، هتحاولوا ان انتوا تعلموهم ازاي ان هم يعبروا عن المشاعر اللي جواهم دي بالكلام، بدل ما يلجأوا لتصرفات غير مرغوب فيها. خامس حاجة، لو الأطفال قاعدين بيلعبوا مع بعض وحصل سوء تفاهم بينهم، الأفضل إن انتوا تسيبوهم يحلوا سوء التفاهم ده بنفسهم، أو ترشدوهم من بعيد إزاي يحلوا المشكلة. ولو لقيتوا في عنف دخل في الموضوع، لازم فورا تفصلوا الأطفال عن بعض وتفهموهم إن مش مهم مين اللي بدأ، بس ما ينفعش يأذوا حد. النقطة السادسة، لازم تعلموا أولادكم إزاي يقولوا لأ بطريقة حاسمة بدل ما يلجأوا للعنف الجسدي، وإن هما لما يكونوا مش متقبلين وضع معين إزاي يقدروا يشوفوا بدائل لحل المشكلة بدل استخدام العنف. سابع حاجة، لازم تشجعوهم على الطيبة والرحمة في كل حاجة في حياتهم، ولما يعملوا حاجة زي كده تفهموهم قد ايه هم كبروا بان هم بيتصرفوا بالطريقة دي، وان دي طريقة افضل كتير من ان هم يستخدموا الطرق الغير مرغوب فيها. تامن حاجة، التايم اوت ما فيهاش مشكلة خالص، ولكن لو اتعملت بطريقة صحيحة. ممكن لما الطفل يكون في حالة غضب تقولوا له يختار مكان يقعد فيه لحد ما يهدى ويفكر في اللي هو عمله، ولما يهدى يجي يتكلم معاكم، وساعتها تقولوا له ايه اللي عمله غلط وازاي يتصرف صح المرة الجاية. تاسع وأهم نقطة، تصرفات الأهل وتعبيرهم عن مشاعرهم بطرق مختلفة قدام الطفل مهمة جدا، لأن الطفل لسه بيتعلم إزاي يعبر عن المشاعر المختلفة اللي بيحسها على مدار اليوم، فلازم تبقوا قدوة ليه إزاي يقدر يعبر عن المشاعر دي بطريقة إيجابية، وده لأن أولادكم هيقلدوكم في كل حاجة هتعملوها. اخر حاجة، لازم يكون في consistency أو في استمرارية للمبادئ اللي انتوا حاطينها لأولادكم حتى لو انتم برا وفي وسط ناس. يا رب الفيديو ده يكون مفيد، لو عجبكم اعملوا لايك وشير، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب على اليوتيوب شانل عشان تشوفوا كل الفيديوهات الجديدة. باي باي.